يعرني من سنا عينيك لمحة يداوي من صروف الدهر جرحا يسكن خافقا بالشوق مضنا به زند النوى يشتد قدحا علي أفض من التوفيق رشحا وهبني من سما الإلهام نفحا إذا ألهمتني فالشعر وحي وإلا ارتد منه الحسن قبحا اللهم صل على محمد وآل محمد يا مفزع الفازع ومأمن الهالع ومطمع الطامع وملجأ الضارع يا غوث الأحفان ومأوى الحيران ومروي الظمآن ومشبع الجوعان وكاسي العريان وحاضر كل مكان بلا درك ولا عيان ولا صفتي ولا بطان عجزت الأفهام وظلت الأوهام عن موافقة صفة دابة من الغوام فضلا عن الإجرام العظام مما أنشأت حجابا لعظمتك وأنا يتغلغل إلى ما وراء ذلك بما لا يرام تقدست يا قدوس عن الظنون والحدوث وأنت الملك القدوس بارئ الأجسام والنفوس ومنخر العظام ومميت الأنام ومعيدها بعد الفناء والتطميس أسألك يا ذا القدرة والعلا والعز والثناء أن تصلي على محمد وآله أولي النهى والمحل الأوفى والمقام الأعلى وأن تعجل وأن تعجل ما قد تأجل وتقدم ما قد تأخر وتأتي بما قد أوجبت إثباته وتقرب ما قد تأخر في النفوس الحصرة أوانه وتكشف البأس وسوء اللباس وعوارض الوسواس الخناس في صدور الناس وتكفينا ما قد رهقنا وتصرف عنا ما قد ركبنا وتبادر اصطلام الظالمين ونصر المؤمنين والإدالة من المعاندين آمين يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله
وبالله وخير الأسماء الحسنى كلها لله. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صلاة دائمة نامية كثيرة لا تنقطع أبدا. أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، متابعي برنامج باب المراد والذي يأتيكم مساء كل يوم أربعاء في تمام الساعة 11، أحييكم بتحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد لنا وإياكم على حب الإمامين الجوادين، على حب سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وحفيدي الإمام محمد بن علي الجواد، الإمامين اللذين توارى جثمانهما الطاهر في هذه البقعة المباركة حتى جعلها الله مقصدا للوافدين للمشتاق قلوبهم إلى المناجاة والدعاء وقراءة القرآن والصلاة والعبادة في هذه الأماكن، في هذه البيوت التي أذن الله عز وجل أن يرفع ويذكر فيها اسمه، وأن نبتهل إلى الله عز وجل وأن نناجي الله عز وجل في هذه البقاع المقدسة. نعم أيها الأحبة، بدأت البرنامج وإياكم بكلمات قنوت ورد عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام سلام الله تعالى عليه، هذا القنوت الذي تضمن كلمات غاية الروعة وقيمة، كلمات قيمة فيها الكثير الكثير من المضامين التي تحمل بين طياتها مناجاة العبد إلى ربه. نعم أيها الأحبة، في هذه المناجاة التي استمعتم إليها يعلو نداءنا أيها الأحبة أيها الأعزة، وفي هذا البرنامج لكم فرصة أيضا بأن تدعون الله عز وجل بما تطيب به خواطركم وبما امتلأت به الصدور من هم. دعونا اليوم ننفس عن هذه الكربات بمناجاة إلى الله عز وجل، نبدأها بتحية من خلال اتصالكم أيها الأحبة يا عشاق الجوادين، كما وعدناكم نكون معكم في كل يوم أربعاء من خلال قناة كربلاء الفضائية الذي يأتيكم هذا البرنامج، يأتيكم ببث مباشر إن شاء الله تعالى. جموع الزائرين كما تشاهدون خلفي والصورة التي ينقلها إليكم بلحظة بلحظة زملائي الأعزاء جزاهم الله خير الجزاء، كادر برنامج باب المراد في مكتب بغداد، مكتب قناة كربلاء الفضائية العامرة بذكر محمد وآل محمد. دعونا الآن نرحب بكل المتلهفين والمتشوقين لزيارة الإمامين الجوادين، ونستقبل اتصالاتهم من خلال الأرقام الظاهرة، هنالك رقمان مخصصان للاتصال في حالة، أوضح مسألة مهمة جدا، في حالة تم حصول أحد الزائرين على الاتصال والفرصة من خلال اتصاله برقم، ستستمعون إليه من خلال الاتصال ومن خلال محاورتي مع هذا الزائر. الرقم الآخر سيكون من نصيب متصل في حالة الانتظار، فقد يتساءل البعض ويقول كثيرا ما نتصل بالبرنامج ويصعب علينا أن نحصل فرصة، وهذا الأمر الذي وضحته إليكم، ما عليكم إلا أن تعاودوا وتكثروا وتكرروا الاتصال، وإن شاء الله تعالى إنما الأعمال هي بالنيات، ونيتكم إذا كانت ويانا الليلة الزيارة إن شاء الله تعالى خادمكم دائما وأبدا. أختم برنامج وأختم الحلقة بزيارة الإمامين الجوادين، أختم البرنامج بقراءة الزيارة المشتركة للإمامين الجوادين، أتوجه بها نيابة عنكم، نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم أيها الأحبة، بانتظار اتصالاتكم، انتظار استقبال اتصالات المحبين والموالين، وليكن في أذهاننا أنه نتمسك باليقين ونتمسك بحسن الظن بالله عز وجل، إننا عندما نناجي الله عز وجل وعندما ندعو الله عز وجل ونتوسل إليه بالإمامين الجوادين
ألا يغيب عن أذهاننا وقلوبنا مهمة أو مسألة مهمة عفوا جدا، وألا وهي أن الله عز وجل هو الكريم والسميع البصير الذي يستمع إلى دعوات الصغير والكبير على حد سواء، والمرأة والرجل على حد سواء. نعم، نبدأ على بركة الله وبركة الإمامين الجوادين اللذين سنطالب كل متصل منهم بالإيجاز بالاتصال للاختصار بالسلام على الإمامين الجوادين وتقليدنا الزيارة والدعاء، لنتشرف إن شاء الله تعالى بأن ننوب عنكم بالزيارة بإذن الله تعالى. وأول الاتصالات أم أحمد ويانا يعلو معك النداء يا أم أحمد ومع جميع السادة الذين يشاهدون البرنامج والذين يتصلون بنا. نداءنا المعهود بنية قضاء الحوائج، بنية شفاء المرضى، بنية نجاح طلابنا الأعزاء، يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليكم، حياكم الله. أم أحمد ويانا على الهواء مباشرة، تفضلوا صوتكم مسموع بإذن الله تعالى عند الإمامين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبين وطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا باب المراد يا باب المراد يا محمد الجواد يا محمد الجواد، السلام عليك يا موسى المجحفر باب الحوائج، السلام عليك يا طبيب بغداد، السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا جواد أهل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أطلب منك يا باب المراد يا باب الحوائج أن تشافيني وأن تعافيني وتخلصني من جميع أمراضي، وأن تشافي سندس وأن تشافي أسراء وأن تشافي كل مريض وكل عليل. آمين. وأن تشافي أبو سحر. آمين. وأن تشافي مهدي والزوم بالسلامة، وأن تشافي كل مريض وكل عليل. إلهي سيدي مولاي، اللهم إني أطلب أيضا زيارة لوالدي إن شاء الله، ما ننساكم من الزيارة والدعاء، ولأخواني ولأخواتي ولإيناس بنتي ولعم حماتي أم علي وإلى أنفاي إن شاء الله، عن الكل كل ما ننساكم أحسنتم إن شاء الله كل الأرحام. وأطلب من الله أن يوفقكم كناكبنا ويبارك بالجميع شكرا شكرا كل خطوة سلامة. شاكرين اتصالكم يا أم أحمد. الله يبارك على محمد وآل محمد. يا الله اللهم بالجواب. السلام عليك يا باب المراد. اللهم السلام عليك يا باب الحوائج. شكرا شكرا. الله يبارك فيك يا عمري، الله يبارك فيك ويستجيب هذه الدعوات الطيبة إن شاء الله تعالى دائما وأبدا. ناخذ اتصال أبو عباس من آمرلي. سلام عليكم يا باب المراد. سلام عليكم أخي مفتاح. حياك الله أخي العزيز أبو عباس، تفضل بالزيارة، تفضل. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. وأنا أبارككم زواج النورين إمام علي عليه السلام وفاطمة الله عليه السلام. بارك الله فيك، أحسنت. يوم أمس كانت يا الذكرى الميمونة، جزاك الله خير. السلام عليه إمام موسى عليه السلام، السلام على إمام محمد جواد عليه السلام، السلام على مولى الكونين ونور العينين وإمام السكنة على إمام حسين عليه السلام وأخي أبو فضل عباس عليه السلام وأخي زينب الكبرى عليه السلام، السلام على إمام كاظميين، السلام على إمام عسكريين، السلام على إمام عسكريين، السلام على أئمة البشع، السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آباء المهديين، السلام عليك يا بصير الصيام المعظيم، السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين الإمام المهدي الجلالة على فرج الشريف. اللهم السلام على مكتوم بالمدينة المنصورة ما إذا بقاته المصطفى أبو الزهراء محمد. اللهم صل على محمد اللهم وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد وآل بيت الطهور من دلسة ونفر حشاء درجات في أمانكم في مجلس أرفع أصواتكم بالصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. أحسنت. إن شاء الله اللي قصدتهم بالنية الليلة إن شاء الله النوب عنه وعنهم وعن أهلك يا أبو عباس الطيبين إن شاء الله تعالى بزيارة الإمامين الجوادين. شاكرين اتصالك ويا رب تكون زيارة مقبولة عن بعد ودعوات مستجابة بجاه الإمامين الجوادين. ناخذ اتصال أم شوقي من كربلاء المقدسة. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليك يا باب المراد. يا باب الحوائج. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد. يا محمد الجواد. السلام عليك يا موسى بن جحفر. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام عليك يا طبيب بغداد.
السلام عليكم سادتي ومواليدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا سادتي ومواليدي شافوا وعافوا وصلنا الصحة والعافية يا موسى والسواد. يا رب. يا سادتي ومواليدي لا تنسونا بالدعاية، خدام خدام لكم عند الجوادين. السلام بحق صاحبي هذه القباب المنيرة إن شاء الله يمن عليكم وعلى كل مريض. إي والله لكل مريض إن شاء الله ولكل الإمامين لهم جاه عظيم ومجربين. وأزور إصالة عني وعن والدي وعن صاحب العصر والزمان وحدي هالسيد علي السستاني وجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء، وحدي هالزوجي والأولادي والبناتي والأخواتي ولجميع المرضى بحق محمد وآل محمد. آمين. والقناتكم الموقرة جزاك ولا أضرتك أخلص. الله يبارك. الله يبارك. وإن شاء الله ما أنساكم بالدعاء عند الإمام الحسين. إحنا شاكرين فضلك علينا. إن شاء الله رحم الله والديك ولا تنسونا بالدعاء. وأنا وإخواني ما ننساكم إن شاء الله. أي والله أريدك تسجل لي سيدك ضير ومعلا ومستار. نعم. ومنوال ومجاسم. يعطيك الصحة والعافية خلاص خالص. رحم الله والديك يعافيك ويعافيهم إن شاء الله كل مريض يا رب. الله يسلمك. بركات الجوادين حياكم الله. السلام عليك يا موسى والجواد. أمان الله وأمانة سيدي ومولاي بابا الحوائج. شكرا شكرا لكم. بالسلامة يا أم شوقي. أسأل الله عز وجل يشافيكم ويشافي مرضاكم إن شاء الله تعالى. ناخذ اتصال الموالي للجوادين علي قاسم من واسط. السلام عليكم يا باب المراد. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. سنت يا علي. السلام سنت. عليك يا ولي الله عفية. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض سنت. السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا موسى ابن جعفر، يا باب الحوائج إلى الله. علي أنت بيصف رابع في الخامس. ما شاء الله الله يحفظك ويوفقك. فدول هالصوت هذا وفدول هالتعبير الحلو شلون تدخل على الإمامين. احنا نتمنى من الأهالي اللي يسمعون صوتنا ويسمعون صوتك بالذات يعني ويتابعون البرنامج انه يحاولون انه يعلمون ابنائهم مثل ما علي شلون هيجي بأدب وقمة الأدب يسلم على الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. علاوي عندك احد تحب نسجل اسمه نزور عنا نيابة او ندعي له؟ إيه؟ يلا اذكر الاسماء وانا بخدمتك يا حبيبي. اذكر الاسماء يا علي. للوالد ان شاء الله ندعو له ونزور عنا بالنيابه محمد. نعم. عندك بعد احد تسجله يا حبيبي؟ شكرا 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 لك. أنا ممنون حقيقة وتحياتي وسلامي لعائلة البرعم الموالي لمحمد وآل محمد علي قاسم. ومثل ما ذكرت لكم أنا كنت متقصد أسئلة عن عمره حتى نبين ويجب أن يكون لنا اقتداء بمحمد وآل محمد. ونحن في رحاب الإمامين الجوادين وقبل أيام عشنا ذكرى أليمة ذكرى حزينة ذكرى استشهاد سيدي ومولاي محمد بن علي الجواد المولود الأعظم بركة على العالم أجمع وكذلك على آل البيت، وأيضا الذي تسلم الولاية وهو بعمر قرابة 7 سنوات. فهذا يدل على أنه يجب أن نهتم بالطفولة ويجب نهتم بأبنائنا ونحسن التربية، وذلك هو الحق الذي يكون للولد على أبيه. ناخذ اتصال أبو عباس من صلاح الدين. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم أستاذ مشتاق. حياك الله يا أبو عباس وعليكم السلام والرحمة. أستاذ مشتاق، أستاذ مشتاق ليس من صلاح الدين، أبو عباس من آمر لمدينة سمود. نتشرف بكم. الله يخليك. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا إمام يا إمام موسى الكاظم عليه السلام وحفيدي محمد الجواد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. السلام عليك يا أسد بغداد، السلام عليك يا طبيب بغداد، يا موسى بن جعفر عليه السلام. إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله،
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله بحق يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر يا الله. إلهي بحق باب الحواج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عافي وشافي كل مرضى بحق باب الحواج موسى بن جعفر. آمين. يا الله آمين بالجوادين. اللهم احفظ حشدنا الشعبي والقوات الأمنية والجبهات القتال. آمين. اللهم احفظهم وانصرهم سدد الأسرى بحق باب الحواج موسى بن جعفر. آمين. يا الله آمين. يا إلهي بحق باب الحواج موسى الكاظم اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين بحق باب الحواج موسى بن جعفر. يا الله يا اللهم عجل لوليك الفرج. يا الله استاذ مشتاق لسجل اسماء طلب حاجب عندك. خدمتكم يا ابو عباس تفضل. خادم ربك ربي يحفظكم. احنا نشتغل قناه الكادر المخرج سنه البث المباشر حتى الوقت المقدسه. نعم. سجل اسم والدي والدتي حاله تعبان من السكر من المفاصل. نعم. واخواني واخواتي واولادي وشهداء امير المؤمنين وبالذات أخي المرحوم شهيد أبو أحمد الله وبالحفظ آية الله العظمى الكبير السيد علي الحسين السيستاني. علي السيستاني دام ظل الوارث. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. شكر لله والشكر أيضا موصول لكم يا أبو عباس وكل الأهل والأحبة والجيران وكل يتابع قناة كربلاء ويحرص دائما وأبدا على أن يكون مستمر مستمر الوصل مع سادتي وأمتي أهل البيت ومع الإمامين الجوادين. عندنا اتصال من السماوة والأخت أم حيدر. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. حياكم الله يا أم حيدر. يا باب المراد تفضلوا بالزيارة والدعاء. يا باب المراد يا باب المراد السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا موسى بن جعفر والجهود. السلام عليكم يا سادتي ومواليي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني أطلب الحق والستر يا موسى بن جعفر والجواد أريد زيارتكم قريب العاجب. عطشان على زيارتك. الله يبلغكم الوصول إن شاء الله. يا مولاي أريد زيارتك بقريب العاجب بس قربوا على الزيارة وأنا تعبانة خالتك ما بدأ. الليلة أنت متشرفة ويانا بزيارة عن بعد إن شاء الله. الله يسجل لك في ميزان حسناتك. وانا وكل اللي يسمع صوتك ان شاء الله ندعي لك الله يبلغك ويبلغ كل محروم ان شاء الله الوصول لجنة سادتي الامامين الجوادين ان شاء الله. رحمة الله على والديك يا يما ان شاء الله ويقر عينك ويفرح قلبك بالوصول ان شاء الله. ان شاء الله. امين. اريدك تسجل اسماء عندي. تفضل يا ام حيدر. خالد. يا بعد يا يما. سلمك سلمك. ازور نيابة عن والدي ووالد والدي وعن الحشد. وعم سيد علي السستاني. احسنتم. رحم الله والديك يا يما. وسجل لحيدر خادم ابني. خادم. وسجل ولده. نعم. بالزياره وبنياته وزوجته. نعم. هو الواحد هذا يا يعني. الله يحفظ لك اياه ويبارك بعمره واعمار اولاده ان شاء الله. ندعي له وندعي لكل شبابنا ان شاء الله بحق شباب العتره سيدي ومولاي محمد بن علي الجواد. شاكرين اتصالك يا ام حيدر والله يحفظك ويبارك بدعواتك ويبارك بدعوات الامهات الطيبات ويرحم امهاتنا الماضيات ان شاء الله تعالى اللي غذلنا على محبه العتره غذلنا على محبه سيدي ومولاي ابي الزهراء محمد واله الطاهرين. ام وسام من بغداد ويانا. السلام عليكم يا باب المراد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. سلام الله عليك يا محمد الجواد. يا موسى بن جعفر. تفضل تفضل بالزيارة. يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام على محمد الجواد جواد الأئمة. السلام على الرضا أبو محمد. السلام على محسومة. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى ابو فضل العباس قمر العشيره. السلام الله عليه. وعلى زينب الحوراء سيدة نساء العالمين. السلام الله عليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم مشتاق يحفظك الله. خادمك يا ام وسام يحفظ عليكم. يحفظ وعائلتنا بالشفاء والعافيه. امين يسر عليكم. كل مريض. يا الله. يحفظكم الله ويحفظ هاي القناه ويسر عليكم وعلى عوائلكم. يحفظ عراقنا والمسلمين بكل مكان ان شاء الله. يسر عليكم وعلى عوائلكم. امين. الله يدعيكم الليل والنهار. الله يجازيك الخير. الله يجازيك الخير ان شاء الله بجاه الجوادين. يحفظكم الله يحفظ هاي القناه. يرزقك الليله يا ام وسام وكل اللي تابع البرنامج نظره كريمه من سيد مولاي باب الحوائج موسى بن جعفر ان شاء الله بالبركه والامان والعافيه والستر ان شاء الله. شاكرين اتصالكم يا ام وسام. وايضا ام ميثم من ذيقار. السلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم يا
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا بالزياره يا ام ميثم. الله يسلمك. الله يحييكم. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليكم يا اولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا سادتنا، السلام على القبب المنيرة، يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر يا باب الحوائج، يا سيدي يا مولاي يا شباب الأئمة، بالله وبيكم ما عندنا غيركم وسيلة إلى الله، أنتم الوسيلة إلى الله، أنتم الشفاعة إلى الله، يا الله بحق هذه الأيام وأيام سيدي مولاي محمد الجواد إن شاء الله نشافي جميع المرضى. آمين. وإحنا منهم، أن يقضوا حوائج المحتاجين وإحنا آمين. منهم. آمين. الله يسلمك يوم، الله يحفظك، الله مرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، الله مسجدنا ويا الزوار جاهل سيدي مولاي موسى بن جعفر، يوم الله يوفقك، سجل اسمانه أبو ميتم وولدي الله يحفظك. نعم الله يوفقك، عندنا فدك مريضك اللي تدعي له ومؤمل فدك للشفاء إن شاء الله، الله يوفقك، الله يشافي ويشافي كل مريض إن شاء الله، يعطيك العافية بحق صاحبي هذا الضريح المبارك الطاهر إن شاء الله الجوادين، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، لا يحرمكم شاكرين اتصالكم يا أم ويتادر ويوفقكم، ادعي لنا أنا مريضة يوم رحم الله والديك، جزاك الله الخير إن شاء الله، إن شاء الله ما نسى على والديك على هاي الله يرحم إن شاء الله التربية، الله يوفقك، رحم الله والديك ووالدتي المرحومة محمد، والدي المرحوم محمد يوفقكم الله إن شاء الله ويرحم موتاكم ويشافى مرضاكم، جزاكم الله ألف خير. آمين آمين، شكرا لكم يا أم ميثم، الله يبارك فيك ويبارك بدعواتك ويرحم الوالدين إن شاء الله ويحفظ جميع أفراد العائلة وكل من له حق علينا بالدعاء إن شاء الله تعالى. وقبل أن أخذ هذا الاتصال أنوه أنه إحنا في غرة شهر ذي الحجة ولدينا أحبة غادروا ديارهم متوجهين إلى بيت الله الحرام، فأسأل الله عز وجل كما رزقهم ووفقهم أن يرزقنا وإياكم أيها الأحبة مشاهدي قناة كربلاء حج بيته الحرام، وأن يعودهم إلى ديارهم وإلى أهليهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، ويرزقهم حجا مبرور وسعيا مشكور وذنبا مغفور بإذن الله تعالى. وجدان ويانا من الديوانية، سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام يا باب المراد، حياكم الله يا أختنا الكريمة، تفضلوا بزيارة الجوادين وهنيئا لكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل يا باب المراد، السلام عليك يا باب المراد، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على أسد بغداد، السلام على طبيب بغداد، السلام على الجواد السلام على فاطمة المعصومة، يا الله يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل وليك يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، السلام على فاطمة وبها وبعدها وبها سلام الله عليها، اللهم صل على محمد وليك الفرج، أخ مشتاق سجل أسمانه، نعم اذكرين الأسماء احنا بخدمتكم إن شاء الله، سجل اسم المرحومة شاب حنان الله يرحمها يا رب، سجل اسم محمود بالشفاء ادعي له، وجنان بالشفاء، ومعلي ادعي لها كلش تعبانه، نعم، وإيمان بالشفاء، نعم، وأحمد وعائلته، طيب الله يشافي مرضاكم ويرحم مواتاكم يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي مثل ما يشاهدون المحبين في كل مكان هؤلاء الزوار الذين قصدوا قبري سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر والجواد متوسلين إليك بالجوادين، أسأل الله عز وجل أن تشافي وتعافي جميع المرضى يا رب يا رب يا رب. أم جاسم ويانا من البحرين، سلام عليكم يا باب المراد. أهلا ومرحبا يا أم جاسم، وعليكم السلام والرحمة، حياكم الله. عليكم يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، يا إمامي، يا موسى بن جعفر، يا محمد بن علي الجواد. السلام عليكم أيها الإمامين الفاضلين الطاهرين. السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام على باب الحوائج موسى بن جعفر. السلام عليك يا شباب الأئمة يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته، نبارك نكتب لكم زواج النورين، سلام الله على أمير المؤمنين والزهراء فاطمة، مبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات، السلام عليكم يا
جميعا ان شاء الله بالخير والبركه. امين امين يا رب. امين امين. يكفي الله كل مريض ومريضه. السلام على الامامين الحسن والحسين، السلام على ابو الفضل العباس، السلام عليك يا امام يعني ابن موسى الرضا، السلام على فاطمه المعصومه، السلام على الامامين الجوادين. اشهد انكما قد اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وجاهدتم بالله حق جهادي حتى اتاكم اليقين. فلعن الله منالكما. السلام عليك يا اسد بغداد، السلام عليك يا طبيب بغداد، يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر، يا موسى بن جعفر، دخيلك يا مولاي، دخيلك. نتضرع ونتوسل الى الله تعالى بشفاء المرضى يا الله، كل مريض ومريضه يا الله. امين. بحق محمد المعلى طيبين الطاهرين، بحق صاحب العصر والزمان، ودعاء يا الله وتوسل الى الله يا رب في كل مريض ومريضه. امين. سجل رحم الله والديك اسم نجاة الصحة والعافية والحوجة. سجل اسم فاطمة وحورية بنات ابتهاج للشفاء والصحة والعافية. نعم. سجل اسامينا للشفاء والصحة والعافية. نعم. وسجل اسم المخرج الكادر مقدم البرنامج للإمام موسى بن جعفر. جزاكم الله ألف خير. لقضاء الحوائج للشفاء. الله يقضي حوائجكم وحوائج الاهل ان شاء الله. شاكرين اتصالكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. شيرين. امين. والفاضل وصديقه. الله يغفر لهم الجميع. يا رب يا رب. والحجه والحجه عبد علي والحجه امينه الحجه فاضل الجميع والحجه مريم الحجه منصور ومريم فتحي. الله يغفر لهم الساده والعلويات. يا الله الله يشفي كل مريض. جزاكم الله الف خير يا ام جاسم، ما قصرتي ما قصرتي يا ام جاسم. الله يحفظك. يطول اعماركم. امين امين. يطيل باعماركم ويوفقكم ويبلغكم الوصول ان شاء الله يا باب المراد. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رزقنا الله زيارتهم في الدنيا يا جماعه. الله لا يحرم. الله لا يحرم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. في امان الله وامان سيدي مولاي باب الحوائج. ما قصرت يا ام جاسم، والله يستجيب دعواتك الطيبه والمباركه ويديم وصلك ان شاء الله تعالى ويبلغك الوصول انت وكل اللي خارج العراق ان شاء الله تعالى والمشتاقين لزياره الامامين الجوادين في القريب العاجل ان شاء الله تعالى. دعواتنا لكل المرضى الراقدين في المستشفيات، اصحاب الامراض المستعصيه، ولدينا احد الموالين، احد الاحبه، احد من له حق علينا، والد زميلتنا الست اسماء ووالد المرحومه الدكتوره نضال، يمر بوعكه صحيه، ندعو له بالصحه والعافيه ان شاء الله تعالى. نعم ايها الاحبه، نستقبل اتصال من خارج العراق ايضا من المملكه العربيه السعوديه، والمحب والموالي السيد محمد. السلام عليكم يا باب المراد. حياك الله يا سيد محمد، تفضل بالزياره. الله يحفظك. تفضل يا باب المراد. يا باب المراد. يا باب المراد. يا باب المراد. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا مولاي يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا مولاي علي بن موسى الرضا. السلام على السيده فاطمه المعصومه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. رزقنا الله يا مولاي في الدنيا زيارتكم وفي الاخره شفاعتكم. احسنت احسنت. نعم يا سيد محمد، احنا بخدمتكم وبهالبرنامج هذا، تفضل. سيد محمد اخوة ثلاثة والتوفيق والنجاح. يا رب يا رب. والمهدم سيد محمد الذرية المباركة ناصرة لإمام الزمان. يا الله. والوالد سيد صالح سعة الرزق وقضاء الحاجة. إن شاء الله، الله يقضي حوائجكم. ببركات الجواد. على عيني على عيني، تؤمر وتدلل ان شاء الله. انت وكل اللي يتابع البرنامج لكم الحق علينا، واحنا قدامكم في هذا البرنامج ان شاء الله تعالى، ولنا الشرف حقيقه ان ننوب عنكم بالزياره، وندعو لجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها، واسال الله عز وجل ان يقضي حوائجكم، يفرج عنكم كل هم كل غم، يشافي مرضاكم ويشافيكم ان شاء الله تعالى قريبا عاجلا ببركات محمد وآل محمد وبحق الجوادين سلام الله تعالى عليهم. من البصرة جنوب العراق نأخذ اتصال أم علي. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم.
عليكم السلام وحياكم الله يا ام علي، تفضلوا بزياره الجوادين، ساليكم الدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات. يا باب المراد يا محمد الجواد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام على الامام الرضا، السلام على السيد المعصوم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام على محمد المصطفى، السلام على علي المرتضى، السلام على فاطمة الزهراء، السلام على الإمام الحسن والحسين، السلام على أبو الفضل العباس، السلام على الحوراء زين بطرة كربلاء، السلام على عم البنين ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم يا أم علي، نعم الله يتقبل زيارتكم يا أم علي ويحفظكم إن شاء الله تعالى ويبلغكم هناكم ويعطيكم مرادكم بجاه باب المراد سيد مولاي محمد بن علي الجواد. وأيضا ناخذ اتصال أم علي لكن من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله علوية، تفضلوا بالزيارة، نسألكم التعليم. بارك الله فيك يا أستاذ مشتاق، إن شاء الله يقويك على هالكلمة. جزاكم الله ألف خير، ببركة دعاء يا ولدي، يحفظك الله والكادر. الله يسر عليك وياك يا ولد، اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مسند جعفر، يا باب الحوائج يا قاضي الحاجات. أسلم عليك وعلى حفيدك الإمام محمد الجواد، أسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي نيابة عن سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، أعز العالم الإسلامي بالفترة اللي فاتت بعزاك يا سيدي، يا زهر الشباب أهل الجنة يا محمد الجواد يا باب المراد. اللهم ربي بحق هذا المقام الشريف، اللهم ربي شاف كل مريض وأنا من معاه، اللهم ربي رد له كل ملهوب يا الله يا رب. اللهم ربي ارددك تريد إلى بلد سالما آمنا، اللهم ربي اجعل هذا البلد آمنا، ويا الله وانصرنا على القوم الظالمين يا الله، واحفظنا بالخيرات والبركات في هذا العام وفي كل عام، واحفظ حجاج بيتك الحرام اللي يزيرون مقام مقام الرسول الأعظم، احفظهم يا ربي بحفظك يا الله، ورجعهم إلى بيوتهم سالمين آمنين بحفظ الله ورعاية وليد أستاذ مشتاق خادم تحلوية، سجل أسماء بناتي يحفظك الله، يحفظك الرحمن وليدي، سجل اسم بنتي عبير نعم، وابنها مصطفى لقضاء الحاجة يا رب، ابنها علي وليدي للنجاح وللعافية، الله يفرح قلبها ويفرح قلب تحلوية وأولاده إن شاء الله، وقلتك الدعاء والزيارة وليدي خادم وصلاة ركعتين إن شاء الله ما ننساكم كل اللي يتابعون البرنامج. كل مكروه. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرين اتصالكم يا علوية، والله يحفظكم إن شاء الله ويرزقكم قضاء حوائجكم ببركة أجدادكم الطاهرين سيد ومولاي باب الحوائج فدوى الاسم موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد باب المراد. أم جاسم من كربلاء المقدسة ويانا، السلام عليكم يا باب المراد. على الهواء مباشرة ويانا يا أم جاسم، تفضلوا صوتكم إن شاء الله تعالى مسموع عند رب العزة والجلالة وعند الإمامين الجوادين. حياكم الله، تفضل. الله يحفظك يا يمة، يبارك بعمرك، حياك الله، سلمي على الإمامين، تفضلي بالزيارة. تفضلي بالزيارة يا أم جاسم، سلمي على الجوادين. السلام عليك يا موسى بن زحفر الكاظم. السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا موسى بن زحفر، السلام عليك يا موسى بن زحفر الكاظم، السلام عليك يا محمد الجواد ابن الرضا، السلام عليك والصحة والعافية، والشافينا وتعافينا، والشافي كل مريض، والشافينا وتعافينا وزيلاتي، وتقضي حاجتهم سجاد بجاهك يا موسى بن جحفر، بجاهك يا الكاظم، بجاهك يا محمد الجواد، مقصورة خاطرها هي بكثر وجهها كثر تقضي حاجتها، الله يجبر الخواطر بجاه الجوادين، تسهل امورنا احنا هم عندنا حاجة تقضيها يا الله يا الله. لك بزيارة يا موسى بن جحفر الكاظم، سلام الله عليك وعلى فاطمة الزهراء، الله يفرح قلوبكم وعلى زينب المظلومة يا رب، وعلى رسول الله محمد وعلى الرضا محمد،
السلام الله عليهم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا يوم. الله يعافيك. الله يعافيك يا أم جاسم، يوفقك ويسر عليك إن شاء الله ويقضي حوائجكم بحق محمد وآل محمد. ناخذ اتصال الأخ أبو تقي. السلام عليكم. السلام يا باب المراد. حياك الله وأيامكم أسعد إن شاء الله. الله يبلغكم إن شاء الله قضاء الحوائج. سن رزقنا وإياكم شفاعة الأمير المؤمنين في الدنيا والآخرة. السلام على باب الحوائج سيد مولاي. سلام الله عليك. السلام على جواد الأمة وشباب الأمة سيد مولاي محمد الجواد. السلام على قاسم العطاء سيد مولاي القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. السلام على فاطمة المعصومة. السلام على السيد حكيم بنت الإمام الجواد. سادة في يوم مولد توجه في سادة وأن إلى الله تعالى قضى حوائج وتسهيل سيد مولاي يا موسى بن جعفر سيد مولاي يا محمد الجواد. توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكم إلى الله تعالى وقدمناكم بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله. اشفع لنا عند الله. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمتفقين بين يديه. إلهي بحق موسى بن جعفر والجواد احفظ لنا شبابنا. آمين. احفظ لنا حزن الشعبين. آمين. احفظ لنا قواتنا الأمنية بحق الله. محمد وآل محمد. احفظ مرجعيتنا متمثلنا بالإمام السستاني حق محمد وآل محمد الطيبين. سنت يا أبو تقي بارك الله بك وبدعواتك الله الطيبة. أستاذنا العزيز أريد تدعي لي من الإمام موسى النجاح ما ننساك الليلة إن شاء الله خدمتكم. أي والله إحنا حوائج. الله يفرح قلبك ويفرج عنك ويقضي حوائجك إن شاء الله باب الحوائج. شكرا لك. المنة لله عز وجل دائما وأبدا. وإحنا هنا في خدمتكم ولكل الأحبة اللي لهم حق علينا حقيقة يسامحونا إن غاب ذكرهم في البرنامج لحلقة أو حلقتين متتاليتين. إن شاء الله تعالى نذكر من له حق علينا المرحوم الشيخ جميل حاتم العتابي أبو لؤي، وأيضا بالرحمة والمغفرة الدعاء إلى الأخ عبد الله مناضل بالنجاح، وكذلك دعائنا إلى الأخ عداي عريمش وإلى المرحومة فليحة حسن بالرحمة والمغفرة، وأيضا لا أنسى خادم الجوادين حج سعد المندري والمرحوم عماد التميمي أبو فاطمة والمرحوم الشاب سلام المياحي والمرحوم خادم الحسين حسين فاضل العتابي، وكذلك المرحوم صدام الفريجي والد زميلنا الأخ عباس، وكذلك المرحوم سلمان جمعة أبو محمد، وأيضا المرحومة نضال عبد الحسن بالرحمة والمغفرة، وصادق السهيل، وكذلك ملا منير الساعدي بالرحمة والمغفرة، وكذلك والد زميلتنا الست أسماء بالشفاء العاجل، دعائنا للحاج ضياء البياع، وكذلك أم علي وخادم الجوادين مرتضى بالشفاء، ووالدة السادة السيد علاء السيد زامل النوري بالشفاء العاجل، دعائنا للحبيب أحمد عزيز العتابي والأخ الطيب جاسم صقبان العتاب أبو محمد بالشفاء العاجل، أبو هاني وأم هاني وزينب ومحمد ورقية وزهرة قضاء الحاجة والتوفيق، وإلى المرحوم هادي كرمد والد زميلنا الأخ غيث بالرحمة والمغفرة، ولوالدته بالشفاء والصحة والعافية إن شاء الله تعالى. دعانا للأحبة الأخ سيد سيف الحكيم الأخ ملا مؤيد بغدادي والملا عباس العقابي وأبو محمد العقابي والسيد أحمد ناعي كربلاء وتيسير الكعبي ومحمد حيال بقضاء الحوائج والتوفيق، خدام الجوادين في العتبة الكاظمية المقدسة بالتوفيق وقضاء الحوائج، ميثم قزن الوائلي أبو أمير ولوالده المرحوم خادم أهل البيت في الكاظمية ملا قاسم الوائلي بالرحمة والمغفرة وله بقضاء الحوائج، أبو غدير منير بقضاء الحاجة والتوفيق، الطالب علي المسلم بالنجاح والتوفيق من السعودية، أحمد هادي كريم بالشفاء، هدى حسين وفخرية عبد الرحيم وحسين محمد بقضاء الحوائج، الحاجة أم زين العابدين الست هناء تركي خادمة الحسين بالتوفيق لخدمة الحسين وأحباب الحسين، وكذلك الأخوات الزميلات معها في مركز الإرشاد الأسري إن شاء الله بالتوفيق، الأخ علي سوادي وذويه الأخت بيداء جبار بقضاء الحاجة ودوام التوفيق، دعاءنا للمرحوم أبو علي بالرحمة والمغفرة، الأخوات ندى وزينب وزهراء لحفظ القرآن الكريم والتوفيق وقضاء الحاجة، الشفاء لأم علي ولأم عبد الله والحفظ والسلامة للأخت إيمان
وأولادها حيدر، وكذلك الحفظ والسلامة لعلي ومحمد والشفاء للطفل عباس، والحفظ من العين الأخت أم روان وروان ورتاج، وقضاء الحاجة لهم إن شاء الله تعالى، والنجاح للأخ حسين وحيدر وعلي ومحمد وتحسين هاشم ومحمد مسلم وكرار نجم وعمار الخفاجي والمرحوم صادق مهدي والمرحوم المرحومة فرح المسلماوي والمرحوم نجم نجف، وكذلك المرحوم عبد الأمير البياتي وعبد المجيد لهمود، وكذلك قضاء الحاجة للزميلة هبة قاسم، وكذلك الست شهد عباس البلداوي ولذويها بقضاء الحوائج والتوفيق. الآن أيها الأحبة أدعوكم إن شاء الله تعالى لزيارة الإمامين الجوادين من أماكنكم إن ونيتكم إن شاء الله تعالى، وتكون مستجابة بقصد التقرب إلى الله عز وجل بقراءة زيارة الإمامين المشتركة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال الله وحرمتما حرام الله وأقمتما حدود الله وتلوتما كتاب الله وصبرتما على الأذى في جنب الله محتسبين حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما. أتيتكما زائرا عارفا بحقكما مواليا لأوليائكما معاديا لأعدائكما مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه عارفا بضلالة من خالفكما. فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعل لي لسان صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم تقبل منا هذا القليل. اللهم بحق سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر، وبحق سيدي ومولاي محمد بن علي الجواد، اللهم نظرة كريمة مباركة لأبنائنا لإخواننا طلبة المدارس وهم يؤدون الامتحانات. اللهم يسر أمورهم وارزقهم التوفيق والسداد والنجاح إن شاء الله تعالى. اللهم احفظ شبابنا بشباب العترة محمد بن علي الجواد، واحفظ نساءنا بحق الزهراء البتول وابنتها سيدتي ومولاتي زينب العقيلة سلام الله عليها. اللهم وفقني وأخواني كادر برنامج باب المراد، أستاذنا المخرج الحبيب علي داود، وكذلك الأحبة أستاذ آوس وأستاذ صامد وأستاذ كرار، وكذلك الأستاذ غيث ومهندس الصوت علي فوزي، وكل العاملين في قناة كربلاء الفضائية في المركز العام، وكذلك العاملين في مكتب بغداد، لهم كل الشكر وكل الود وكل المحبة وأطيب الدعوات. ولكم أيها الأحبة لا عدمنا وإياكم حتى نتشرف مرة أخرى وفي أسابيع مقبلة إن شاء الله تعالى
بخدمتكم، دعواتكم لنا بقضاء حوائجنا، ونحن إن شاء الله تعالى لن ننساكم من الدعاء، متوجهين لأن نذكركم إن شاء الله تعالى تحت قبتي الإمامين الجوادين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعرني من سنى عينيك لمحة، يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا، به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا.